فيا شيخ الأمين أنت تورطت. ربنا تبارك وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. طالما بتعادي هذه الدعوة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام انت عدو لله تبارك وتعالى. انت الزول ده كان في الخلوة بتاعته القفلة دي قفلت الحكومة وشكرا للحكومة السودانية قفل الزاوية بتاعته تاني لا دلوك لا دربك ولا حنة. انت تجيب مرتك حننا يقول لك عفوا هذا المشترك لا يمكن الوصول اليه حاليا وين في كوبر ما في. انت ما في شكرا للحكومة وشكرا للمواطنين بتاع بيت المال قال لا اطلع برا هذه لك وهابية برضو ما وهابية نحن بنشكرهم جدا والله الذي ولو بيخلونا نمشي نعمل حلقة هناك انا متع لك شيخ اللمين ده مرة واحد. انت ما في اخ شيخ اللمين شنو ونحن هنا دارين نقفلوا كل الطرق البقية ناس الشكينيبة خليه يقفلوا الشكينيبة ديل برضو دارين يقفلوهم كتار بالمناسبة الزريبة برضو دا احنا دارين نقفلها. انت كلهم دارين نقفلهم. انت كلامين فده كان بيقول للناس ده شيخ اللمين ده في الخلوة بتاعته القفلوها. فهمت كان جوا هناك بيقول لهم والله جاي بكرة انا ما بعرفه لكن ابو الشيخ بيعرفه. كان بيقوله وقاعدة في اليوتيوب مسجلة قاعدة قال لا ابونا الشيخ مش قاعد اي قال الجاي انا بعرفه لكن ابو الشيخ بيعرفه يعني الشيخ بيعلم الغيب. طيب يا شيخ اللمين ابوك الشيخ ما عارف ان لو انت مشيت الامارات بيقبضوك عارف ولا ما عارف؟ لو قلت عارف مشيت مالك لو قلت ما عارف معناه انت كذاب كلامك غلط وكلام ربنا عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. بنقول لك الكلام ده انت بتصدق ما بتصدق يا شيخ اللمين صوفي وده الدين بتاعك. انا لسه بقرا لك كلام الدين بتاع محمد بتاع شيخ اللمين بتاع بيت المال الذي هو الان في كوبر. انت الله يكبر الحبس بتاعك اقعد. انت ده قال ابونا الشيخ بعرف الجاي شنو يا شيخ اللمين. انت ابوك الشيخ كان يوريك يقول لك ما تمشي الامارات. فهمت بعد ما حبسوه ابوك الشيخ ما كان يمرقك. انت ما تزعل الموضوع ده لسه ما بدينا يا اخي لسه هذا بنطقل يا شوطه جاي بس اقعد خلي قريب. انت ابوك الشيخ يا شيخ اللمين ما قال مهما يكن من خطب هنا ده قال مريدي يتمسك بي صفحه 43 دي العقيده بتاعته. شيخ اللمين ما قادر يتقال تابع لشنو يعني تابع للطريقه المكاشفيه. الطريقه المكاشفيه تابع للطريقه القادريه وده كتاب الطريقه القادريه اخر طبعه. انت اخر طبعه الفيوضات الربانيه في المآثر والاوراد القادريه. انت ده بتاع الطريقه القادريه بتاع شيخ اللمين صفحه 43 قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم القيامه. الشيخ بتاع القادريه قال لك بيحميك في الدنيا ويوم القيامه. طيب يا شيخ اللمين شيخك قال بحميك في الدنيا ويوم القيامه ما حماك ليه من ناس الامارات؟ معناه شيخك ده ماسوره يا الله يديك ما نافع ده والله جد ما نافع. قال لي احميك في الدنيا هنا وهنا ما قدر يحميك يوم القيامه. ربنا تبارك وتعالى قال كلا انها لظى. شيخ اللمين بتاع شنو ولا القادريه بتاع شنو؟ نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. دي النار يا شيخ اللمين. ابوك الشيخ قال لك بحميك في الدنيا ويوم القيامه والله اذا لا في الدنيا بيحميك ويوم القيامه لو ما تبت بتلقاه جوا جهنم. ابويا الشيخ كيف اجابك شنو؟ قول لك جابني انت وسكتكم واحده ولكن احنا سكتنا ما زي سكتك كما قال صاحبك ذاك. انت كلامين لسه
قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. طيب زعلان تعال اقرب بس اوعك تكورك من برا. والجماعة دي لم نخليهم والله، جت ننفضهم لحد ما الأمة السودانية تعرف انه الجماعة دي دعاة شرك بالله تبارك وتعالى، برعي داعي الشرك، مكاشفي داعي الشرك بالله عز وجل، ما بنخليهم. اوعك تتوهم انه جماعة دي اليوم نجي نعمل حلقة وما نتكلم في البرعي، مستحيل. برعي تاب؟ لا. كلامه مسحوه شطبوه؟ القاعد في الكتب بتاعته؟ لا. المدايح بتاعت البرعي شطبوها ولا قاعدة؟ قاعدة تفتح الإذاعة مع الصباح، مصر المؤمنة بأهل الله ومصر اتجدد. ما قلت لك أهل الله بتاع إنكم دي المواسير يا أخي، الله يديكم يا أخي. أنت ما نافعين، البلد دي مؤمنة بأمر الله تبارك وتعالى. ندعوك بالأربعة والخلف الأربعة، 50 في 4 كمل الرجال، ندعوك بالست نفيستي ورابع العدوية، واذكر شعوانتي. شعوانتي بتاع شنو؟ أنت أنت قايل لازم نخليهم؟ ما بنخليهم. قال وقالوا لي يا هذا تركت صلاتك، شيخ القادرية بتاع شيخ اليمين بتاع الجكسي وما في جكسي تاني. أنت قال لك، قال لي وقالوا يا هذا تركت صلاتك. الجماعة قال لي طب تصلي يا شيخ، ده الكبير الجاكومة بتاع شيخ اليمين الأمية الكبيرة، أنت ده موزع سايد مقسم وما نافع. أنت قال لي طب تصلي ليه؟ قال لهم ولم يعلموا أني أصلي بمكة. بتاع القادرية ده توش من هنا ليه مكة؟ خطوة واحدة بس جوا مكة، لا جواز يا كافي البلا، انت لا تأشيرة لا طيارة، طوالي جوا مكة، جوا مكة. انت مكة دي ناس بتدفع لها ملايين، الحج الأخير ده ما عارف بكم مليون، انت ملايين عشان يمشوا مكة، ده طوالي بس. ولا ألغام الصلاة هنا، الله أكبر الله أكبر، الشيخ بيكفل الباب، وين مكة طوالي؟ والله جت دي الخطوط الجوية الصوفية من هنا وموكة ترانسيت، والله الذي لا إله غيره. وبعدين أنا دار أسألك سؤال يا صوفي، أوعد تكورك أوعد تكورك أوعد، ده الكلام مكتوب هنا، أنت بتلعب ولا شنو؟ أنت أنا دار أسألك سؤال، الصلاة قام في السودان التوقيت بتاع السودان ومكة واحد؟ واحد التوقيت بتاع السودان ومكة واحد؟ يعني لو هنا أذن أذان المغرب ومشيت السعودية ما بتلقاهم بيسلموا الناس لك؟ تلقاهم صلوا ذاته، لكن ده كذب ولعب على أمة الإسلام، ما بخليه. وأنا مش تبكورك ولا تبكي، ما بنخليك. أنت قال أنا لمريدي حافظا ما يخافه، أنا لمريدي ده الشيخ بتاع الشيخ التكسي وما في تكسي. أنت قال أنا لمريدي حافظا ما يخافه شيخه، قال لك أنا بيحفظك. ونحن في عقيدتنا الله قال والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ قلبي يحفظ ربنا تبارك وتعالى. وده لسه ما فاهم الحاصل، ده شيخ اليمين ده ما فاهم الحاصل، الجاية ما بعرفه لكن أبو الشيخ بعرفه. قال والله ده بيحلف شيخ اليمين، قال والله نحن ماشيين بنفسه، مش أبونا الشيخ قاعد هاي، والله ماشيين بجاهه، والله ماشيين بنفسه. ونفسه انقطع، نفس الشيخ انقطع، ما دخلوك جوا؟ وين شيخ؟ وين شيخك؟ عنده نفس ماشيين بنفسه، لا لا نحن ماشيين برحمة الله تبارك وتعالى وبلطف الله عز وجل. وانت ربنا عز وجل هو الذي يسير الأمور وبأمر وبيده الأمر كله تبارك وتعالى. لكن البوري شيخ اليمين منه؟ أبو جهل، أبو جهل والله لو لقى شيخ اليمين يقول له هذول ما نصيحة ولا شنو. أبو جهل الله قال قل، أسأل أبو جهل، أبو جهل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. أسأل أبو جهل قل له بيدبر الأمر منو؟ الله قال لك سيقولون الله. أبو الشيخ اليمين يقول لك لا، أبونا الشيخ والله ماشيين بهجاهه كذا، خليه يحل لك جاه الشيخ. وينو يا شيخك؟ وينو ذاته؟ ما في. أنت والله ماشيين بنفسه، نفسه هسي ماله نفس؟ شيخك وينو؟ تبا لأي شرك جاب الصوفية ديل. انت كلامي؟ قال ما يخافه وينجيه من شر الأمور يا بلوتي. طيب قال بنجيك من شر الأمور يا بلوتي، نحن الله عز وجل قال لنا أما يجيب المضطر إذا دعاه،
مش انت مضطر؟ اي اسال الله، اسال الله طوالي بنجيك، اسال الله عز وجل. قال من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. ده قال هاي قال قدري ده قال هاي قال في اله مع الله. قال وانجيه من شر الامور وبلوته، بنجيك من شر الامور والبلوى. ده شيخ القادريه نادي كورك لا يا شيخ اللمين، كورك لا يقول لا خلينا نجيك، خلينا نجيك. الحيران بتاع انك الليله الماشي الدين حلو، امتى حيرونا ذاته؟ زمان الصوفيه بتاع زمان ديرك يقول لك سايق الليل القرد القرش لولو بفرش، اسمه الحبوب اسمه الاخبش، عنده حصانه ما بتفتش، كهربته العاليه بتحرك تش، احد باخرش صايم طوالي ما بترشرش، دخل الغابات اللي فيها وحش قطع الانفس حشاه ينحش. يحيرك ذاته لا تعرفه شيخ لا محراته ولا ما تحيرك ذات انت. قال لا لا زمان والله ده الصوفيه بتاع زمان، اسمك منو؟ يقول لك ده ابونا الشيخ ابو قرون، اها ابو عصات سيف ابو تلتله ابو عتله، انت اسماء تحيرك ذاتك والله جد والله اسماء عجيبه مره واحده. هسي ابوك الشيخ منو؟ الله ابو الشيخ مازن، اها الشغله فكت فكاش الشيخ لمين ده. زمان كان الصوفي تلقاه عفن فهمت، مليان طاقيه خضراء ما عارف ليك جلابيه 30 يوم ما غسلها واقفه كده والله جد. هسي تلقاه واحد عامل مفلفل شعره تقال اه 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 والله هو داك باطل وضابطل منه، لكن زيادة على الشرك جابت لها خيابة خيابة. شيخ اللمين عمل فيها شيخ والله زول القرآن بيقرأ غلط، قال ادعو ادعو إلى سبيل ربك. بالله الإله دي أمشي أسأل أولاد الأساس، إله دي بتجر كتة وبتكة أي شيخ قاعد جوا إله حرف جر، ادعو إلى سبيل ربك. انت عنده قبل كم يوم، أنا بختصر لك الموضوع، قبل كم يوم بحضر له في اليوتيوب قال عنده صلاة جنازة، والله حيرني ذاته والله جد والله. لو في زول ميت صلى عليه وصلاة زي ذاته مشكلته مشكل، وصلي عليك شيخ الأمين صلاة الجنازة. قال تكبر وتقرأ الحمد 4 مرات السلام عليكم السلام عليكم، وشيل الجنازة وتتخارج وشيلوها لا إله إلا الله، ودي بدعة دي بدعة. كبر هديت على الجنائز 4 واسأل لها بالعفو والغفران تعالى شيخ الأمين. أول حاجة نعلمك توحيد بعد ذاك الجنازة، هنا أنت في التوحيد ساقط والله شيخ الأمين. ده يدخلوا امتحان بتاع الشرك، امتحان شرك مع ابو جهل، ابو جهل بيجي الطيش رايك شنو؟ شيخ اللمين بيجي الاول والله جد، شيخ اللمين والله يجي الاول والله يجي الاول. ابو جهل قال لك اللي بيدبر الامر الله، وتا يقول لك أنا احنا ماشيين بنفس الشيخ، الله ينفسك يا اخي الله يهديك يا اخي انت، الله يحلنا منك يا اخي الله ينتهي منك مره واحده والله. احنا نسال الله عز وجل انه ينتقم من العطاله الرؤوس بتاعنا التصوف الان، فاتح لهم القنوات، فاتح لهم التلفزيون، فاتح لهم الاذاعات، جيبونا معاكم جوا جوا. قبل كده جابوا شيخ مزمل قبل كم يوم مع في قناة جون، المذيع ذاته صوفي صوفي، قال جابوا يتكلم عن الشيعة. انت ما تجيب كوز يتكلم لك عن الشيعة، تجيبنا نحن عندنا كلهم واحد صوفي شيعي كلهم واحد، ده اللي بيجيبونا نحن في التلفزيون. جيبنا مع محمد المنتصر الصوفي اللي بيجيب كورك الوهابية مجسمة، جيبنا بس نوريك مهابية دي المنوزات، جيبنا معهم لكن يجيبهم ديلك معنا ده القلعة جوا، رشخور جوا، فرفور بفرفير جوا، كلهم قاعدين جوا هناك زيادة على الطين. بيجيبوا ده محمد المنتصر، يجوز تسجد للشيخ، يجيبوا شيخ اللمين مع الحيران بتاعينه يغنوا يغنوا، يقول لك بنمدح غنى عديل. اسمعنا مرة مرة والدنيا تبقى ما فيها مرة، مشى قلبها ندعوك يا الله يا الله ندعوك يا الله والله جد. شيخ اللمين حيرنا ذاته، انت شيخ ولا فنان؟ ما تمشي تعمل لك يا اخي هناك، امشي بجاي اعمل لك نادي بتاع راب ولا اي حاجه، ما تصلبط في الدين سايد يا شيخ اللمين. فشوف ديل كلهم دعاه شرك ودعاه كفر بالله عز وجل. شيخ اللمين عندك راي تجي تقول الكتاب قاعد، وبقيت الكتب بنجيبها لك، البرعي كباشي صايم ديما محمد المنتصر اي صوفي لا قاك لا بس طاقيه خضراء زي الستوب هاي شيخ الطريقه ما الدرويش، التابعين ديل تبع ساكت، ده بكون جابته الفته، الفته متوم حمتني النوم، فته مشطه حمتني النطه، حرتي سرتي جابته الفته. لكن انا كلامي مع الجاكوم الكبيره داك داك ما بجينا، مما يشوفنا يقول لك اعوذ بالله، مالك وهابيه اعوذ بالله صوفيه شنو يعني؟ وانت انت ده انا بستعيذ بين الله عز وجل منك انت ده يا صوفي يا صوفي فهمت؟ وانت لو بتعرف لك صوفي تخرج منه سرعه سرعه، صاحبك قول له يا صاحبي شوفنا يا تخلي الصوفيه يا بخليك انا انت. امك انصحها بالراحه، ابوك انصحه بالراحه انت، لكن بقيه الصوفيه ديل خربوا البلد يا اخي،
الليله واحد لو داي مرته دار تلد بودي على شيخ ما اعرف الشيخ ده دايه ولا شنو انت ما دبدك اذا دار تلد قبل ما تلد ما ولدت بودي على شيخ برضه قول لك الشيخ ده بالبركه بولده هاي بولده ما انت ما عارف ولا شنو الشيخ هاي بيجيب لك جنة والله يا الاطعن اطعن الشيخ كرع كرع الشيخ الراس راس الشيخ بعد 7 سنوات بيجيك الشيخ ذاته قول لك بشبهه بشبهه شنو حقه انت تعرف ولا شنو هاس كباشي كما دولت في كل بلد كمحل عقد كباشي والله الصوفية الآن يجددوا دين أبو جهل وأبو لهب والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره دين أبو جهل وأبو لهب بل أسوأ من دين أبو جهل ومن دين أبو لهب والله ونتحداهم ونتحدى أي ذول بدافع عنهم أي ذول أي ذول بس جبنا في التلفزيون يا إعلاميين يا فشلة في التلفزيون بس جبنا مناظرة ما تجيب ذاك بغادي يكذب الوهابية مشبهة الوهابية مجسمة الوهابية يهود والوهابية ما لا لا ده كله كلام زايد جيبنا ونجيب الكتب دي نوريك البرعي قال شنو كباشي قال شنو صايم تيما قال شنو وابو جهل قال شنو وابو جهل قال شنو نوريك نوريك لكن ما بتقدر مرض مرض يا بتاع نيل الأزرق وبتاع حسين خوجلي يا شفت ما بتقدر والله ما تقدر والله ما تقدر عمل لنا حلقة واحدة 5 دقائق ما دايرين كثير 5 دقائق نمتع لك الأمة دي عشان تعرف الحاصل لكن أمة سايقنا ساكت صوفي تلقاي مام جامع ها أخو مسلم مام جامع يقولش الناس إن الرندكالية هي أصل سندكالية وإن الأصل كانكفاء كالحداثة كاستلام وصلى الله على محمد أغيم الصلاة من أصل أضع من حاجة يا الناس تعرف الدين تعرف العقيدة من الكتاب ومن السنة والحلقة دي إن شاء الله شغالة كل 2 وخميس في المحل ده انت كلامي إن شاء الله نتلاقى الخميس جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله